طيب في نفس الوقت التحضيرين راح يكون طحنة ناعمة طحنة خشنة، راح يوضح المذاقات لكل واحد أيا كانت القهوة المستخدمة. الطحنة الناعمة في التحضير راح تبرز معروف المرارة، لكن أيضا القوام يكون ثقيل، وفي نفس الوقت راح تعطينا إيحاءات لنوع القهوة المستخدمة، حتكون شيء واضح. القهوة الخشنة والطحنة الخشنة راح تكون ووتري، لكن يعتمد على طريقة الصب. ووتري معناها خفيفة ما هي ثقيلة، وممكن بينزل بقايا ماء ما راح يستخلص من القهوة نفسها. والقهوة الخشنة كطحنة تعطينا معروف حمضية أو حموضة، وأيضا تبرز بعض النوتات الفاكهية والعطرية حسب طريقة الصب. فهذا اللي حتشوفوه الآن، نتيجتين مختلفة. الخلاصة فتندمج القهوتين المحضرة، والنتيجة النهائية حتكون حاجة مختلفة بذوق الواحد، طعم مزيج بين التحضيرين، وما راح يحصل عليه إذا حضرها كتحضير واحد. لذلك أنا برضو راح أقسم الكمية المعتادة لتحضير واحد، 20 جرام متعود الواحد يحضرها، لكن راح أقسمها 10 جرام 10 جرام. وأشارككم الآن الخطوات بالكامل، راح أصور تصوير كامل وبعدها أرفع لكم التصوير بعد ما أنتهي. بداية زي ما ذكرت راح تكون طحنة ناعمة والثانية طحنة خشنة، فأضيف 10 جرام. أقسمها بين الطحنتين، في البداية راح أطحن الطحنة الناعمة. طيب قبل ما أكمل راح أسخن ماء، في نفس الوقت أغسل الفلاتر عشان أضيف القهوة اللي طحنتها تكون جاهزة. راح أمرر شوية بن على أساس فرق الطحنتين ما يختلط في بعض. أبدأ الطحنة الثانية.
هذه الطحنة الناعمة وهذه الطحنة خشنة. واضح جدا الحبات هنا كبيرة وهنا حبات البن صغيرة. أبدأ ترطيب 50 ملي وبعدها أنتظر 30 ثانية. نفس الشيء ترطيب طحنة خشنة أكيد الاستخلاص والانسحاب حيكون أسرع. كمل 50 ملي مرة ثانية. لكن لاحظوا الصب كله في المنتصف. هنا حيكون الصب نوع ما مختلف شيء بسيط. السبب أحتاج أسوي اضطراب للسطح على أساس صب الماء يتوزع على البن بالكامل. طيب هنا 100 والـ100 باقي هنا كمية بسيطة. آخر 50 كذا انتهيت الصب في الطحنة الخشنة. باقي الطحنة الناعمة. على 2 دقيقة هنا انتهى. ثلاث دقائق انتهى التحضير هنا. زي ما ذكرت ممكن أذوق القهوة قبل ما أمزجها مع بعض وأشوف الفرق في الطعم. تلاحظين القوام ثقيل، اللون كاستخلاص مع أنه نفس الكمية ونفس القهوة، اللون هنا فرق عن الطحنة الخشنة. ليش؟ بسبب استخلاص أكثر للقهوة
وفي نفس الوقت طريقة الصب برضو راح تأثر إذا بستخلص استخلاص أكثر والأداة المستخدمة، كلها عوامل تأثر في بعض. طعم يختلف تماما عن التحضيرين، وهذا المطلوب. النتيجة النهائية مزيج اجمع التحضيرين، العطرية تكون واضحة، القوام موزون، في نفس الوقت ما في الطعم الغير مستساغ اللي بيتأثر من الطحنة سواء كانت خشنة جدا او ناعمة جدا. اللي جرب الوصفة على اي قهوة اذكر النتيجة كيف كانت. الفكرة ما هي حاجة جديدة، لكن سميتها سهلة ممتنع، ما حد يسويها، لكن هي موجودة. تحضير طحنة ناعمة جدا، طحنة خشنة جدا، ما يعتبر خطأ، ما يعتبر صح. النتيجة النهائية تكون واضحة للكل، الكوب نظيف موزون، التحضير في نفس الوقت ما يعتبر فيه يعني طريقة صب صعبة أو مختلفة. مزج القهوتين هذه كلها يعطينا نتيجة جديدة ومختلفة.